من الميادين هنا ميدان الرياضة. في أوروبا دوري الأبطال هو المسابقة المشعة والأكثر شهرة جماهيرياً تسويقياً وفنياً. وفي آسيا أبرز أندية الغرب أقصيت أو مهددة بالمشاركة في النسخة المقبلة. الاتحاد والنصر من السعودية، العين وشباب الأهلي من الإمارات لم تحصل على تراخيص المشاركة، فما هي الأسباب؟ من المستفيد ومن المتضرر؟ أمالي في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا قد تغيب أندية عريقة جدا عن هذه البطولة، خصوصا من غرب القارة والمنطقة العربية تحديدا. مساء الخير جزاف لك ولجميع مشاهدي ميدان الرياضة. إضافة إلى ما ذكرت وكل هذه الأسئلة التي سنعالجها في حلقتنا اليوم، أكيد أيضا سنتحدث عن دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا بالمقابل، وأيضا سنتحدث عن ماذا تناول ميسي أثناء مباراة برشلونة فريقه الذي شغل العالم بهذا الموضوع، الحبة التي أخذها ميسي. وأيضا جزاف يعني سنتناول طرائف وغرائب هذه الحلقة، وفيها أيضا موضوع حزين ومؤسف سنراه الآن معنا في هذه الحلقة نتابع. آسيا من دون عينها واتحادها ونصرها. سلام موتين نفسهم وكرة مش قادرة تخش. الشبكة مقفولة. هنحاول نفتحها بالقرآن. على فكرة بيعمل ده كافر. ده كفر. من كده فرص لحد ما الجن مجددا في الدوري المصري. في حلقتنا أيضا لماذا سحب ميسي الجلوكوز من جاربه، ونتابع معا أيضا قضية العنصرية في الاتحاد الإنجليزي، ألوكو صبرت ووجدت. جزاف إذن قبل العودة إليك والبدء في هذه الحلقة نذكر المشاهدين بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج عبر فيسبوك ميدان الرياضة باللغة العربية، وأيضا عبر تويتر كذلك ميدان الرياضة باللغة العربية، وننتظر مقترحاتكم عبر البريد الإلكتروني لقسم رياضة sports@almayadin.net. والمزيد من أخبار رياضة ولمشاهدة حلقاتنا يمكنكم زيارة موقعي الميادين باللغة العربية وأيضا باللغة الإسبانية espanol.almayadin.net. الرحمن الرحيم، يعني كوني أول مرة أتشرف بأداء فريضة الحج، وبما أن اليوم يعني فرصة مناسبة فرصة الحديث عن أجواء عرفة، كانت يعني أجواء خيمت على المخيم أو أحاطت بالمخيم، هالة من القداسة، هالة من الروحانية، يعني أجواء ثانية أنا ما كنت يعني شخصيا على كثر ما سمعت عن يوم عرفة، لأن أنا ما عشته إلا في هذا اليوم. الحمد لله ونسأل الله القبول والعودة مجددا. كان لابد جوزيف يعني من وداع جعفر الملا فعلا في هذه الحلقة، لأنه كان معنا عدة مرات في هذا الموسم وفي المواسم التي مضت أيضا. جعفر كان صديق وغالي وعزيز علينا وعلى ميدان رياضة وحتى على الوسط الرياضي كله. جوزيف صحيح أماني، جعفر الملا صحفي بحريني رياضي عمل في عدة وسائل إعلام بحرينية، خلال ممارسة الرياضة يوم الأحد تعرض لوعكة صحية ولم يتمكن الإسعاف من إيصاله إلى المستشفى، وفارق الحياة يعني في سن مبكر كما شاهدنا صوره، كان ضيف سابق في ميدان الرياضة. جعفر مرة يعني صحفي رياضي تابع الشؤون الأسيوية والبحرينية والعربية، وهو صحفي صادق بشكل كبير جدا. في آخر حديث لي معه قبل يومين قال أنه في زيارته المقبلة إلى لبنان لديه عدد كبير من الأماكن التي يود زيارتها، خصوصا الجنوب اللبناني وتحديدا منطقة مليتا، وهو لن يتمكن من زيارة هذا المعلم ورحل باكرا. يعني رحم الله جعفر الملا، هذا سيفتقده لبنان وكل العالم العربي. صحيح، شخص كان صادق وثائر وحقيقي، ويعني الكذب ليس موجود في قاموسه أبدا، ولكن فارق الحياة في وقت مبكر، نتمنى أنه يكون بمكان أفضل الآن. يعني رحمة الله عليه، وأكيد كل تعزينا لأهل جعفر وللوسط الرياضي أجمع. سنفتح الآن جوزيف ملف هذه الحلقة وهو دوري أبطال آسيا. موسيقى
أزمة مالية في الأندية السعودية تودي بمشاركة العميد الاتحاد والعالمي النصر في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وفي الإمارات معايير قاسية قد تطيح العين العريق. تغير نظام بطولة الأندية الآسيوية عام 2003 فأطلق عليها اسم دوري أبطال آسيا تيمنا بالبطولة الأوروبية وبحثا عن رفع المستوى وتعزيز التسويق. توج العين الإماراتي بالنسخة الأولى ثم الاتحاد السعودي مرتين. بعدها سيطرت أندية شرق آسيا باستثناء محاولة السد القطري عام 2011. لكن لا العين ولا الاتحاد سيشاركان في نسخة 2018 أو حتى النصر السعودي صاحب الشعبية الكبرى في الرياض وشباب الأهلي ثالث الدوري الإماراتي. السبب عدم الحصول على ترخيص محلي يستند إلى معايير رياضية وإدارية وقانونية ومالية. في السعودية أفلت الهلال البطل ووصيفه الأهلي من التدبير، وفي الإمارات منحت رخص مشروطة للجزيرة حامل اللقب والوحدة العريق. لجنة التراخيص السعودية عزت السبب إلى معيار مالي، وهو ما أقر به طلال آل الشيخ الرئيس الجديد لنادي الشباب بطل السعودية 6 مرات. قواعد الاتحاد الآسيوي تسمح لأول 7 أندية في ترتيب الدوري السعودي خوض غمار دوري الأبطال، لذا ستقتصر المشاركة الموسم المقبل على الهلال والأهلي إلا في حال قيام الاتحاد الآسيوي باستثناء على هذا الصعيد. نادي العين تأخر بتقديم أحد مستنداته وشجب إقصائه، أما الوحدة فلم يقدم براءة ذمة من مدربها السابق المكسيكي خافير أغويري. مدرب العين الكرواتي زوران ماميتش قال إن عدم المشاركة ليس كارثة بل إيجابي لتجهيز فريق منافس على اللقب مستقبلاً. دوري أبطال آسيا الدائر في فلك أندية شرق القارة سيغيب عن نسختها المقبلة عمالقة لطالما نافسوا على اللقب. معنا في الاستوديو الإعلام الرياضي سعيد غبريس للحديث عن هذا الموضوع. أهلا بك أستاذ سعيد في ميدان الرياضة. برأيك هل من الطبيعي أن يقام دوري أبطال آسيا من دون أندية عريقة مثل الاتحاد والنصر من السعودية والعين وشباب الأهلي وحتى يعني الجزيرة والوحدة، هناك يعني موافقة مشروطة لمشاركتهما؟ أكيد، خاصة أنه الدولتين السعودية والإمارات عم يشاركوا بفرق 4 يعني، وحققوا المعايير اللي هي صعبة جدا للآسيوية. وطبعا لكن هيدا الشيء قبل ما يعكس لنا الازمه الفنيه اللي بدها تصير بدوري ابطال اسيا، اذا كان استمرت هالمره ومره ثانيه مع ناس غير مع فرق غيرهم، راح نشوف هلا قديش في يعني ازمه ماليه متحكمه بالفرق العربيه كلها. واذا اخذنا مقياس الانديه الخليجيه وخاصه بالامارات وبالسعوديه، يعني معناته أنه الأندية العربية وقع بعجز مالي كبير وتهديد لمستقبلها كلها. وقت اللي بيكون في نادي مثل نادي العين، وما أدراك ما العين وما وراء العين ومين هن الأشخاص والجمهور والدعم الغير المحدود، من وقت ما أنا بروح على العين من السبعينات وقبل كمان، والفريق المحبب للعائلة المالكة يعني طبعا، ما أنا أعمل لك العين وما وراء العين وشوفي وجمهور كمان، عرفت؟ فالحقيقة يعني إذا نادي مثل نادي العين سنة الماضية وقبلها كان عم بيعاني من أزمة مالية واضحة، عرفت؟ وحتى الأندية القطرية يعني نادي الريان سنة الماضية يعني بعد ما كان ماخذ بطولة الدوري، بعد ما كان طلع من الدرجة الأولى أو الثانية بسموها للممتاز عاد له، لقيناه وقع تحت عجز مالي كبير كثير. بالسعودية يعني هي بتمثل صراحة الثقل الأكبر والمثل اللي ما قدر نحكي ناخده، لأنه بالسعودية في دعم متعدد الجهات، يعني ممكن تقول تلاقي بالإمارات أنه العقل الحاكم كل شخص منهم بحب الرياضة مستلم نادي وقايم فيه، بس صارت مصاريف الأندية خاصة بالخليج فوق طاقة أي رجل مال وأعمال، وحتى لو كان من أو عضو شرف. عضو الشرف يعني إذا كانش رئيس، ما قلال في منه اللي بسموهن الداعم والمؤثر وكذا يعني بالدعم الخفي، أنه هيدول ما بيحبوا اسمه، لأنه هيدول شخصيات مهمة بالدولة، مهمة جدا جدا، وممكن ما يكونوا من العائلة المالكة وممكن يكونوا من العائلة المالكة بكل الخليج، ما بيذكروا اسم بس هني معروفين عند الناس كلها يعني، ولكن لا تداول اسمه بالإعلام.
فالشيء اللي عم بيصير بالانديه الخليجيه واللي هي دائما عم بتكون تقريبا السباقه او الاكثر كثافه في تمثيلنا كعرب بالبطولات الانديه خاصه دوري ابطال اسيا، وكلنا بنعرف انه العين بالنسخه الجديده اول نادي كان ماخذ البطوله صحيح. وبعدين اجى الاتحاد سنتين ورا بعض وقعد فتره هو لوحده اللي كان عامل رئيسه السابق منصور البلوي. منصور البلوي صحيح. هلا كل شيء تغير، الرخصه الاسيويه مشكلت أزمة كبيرة كتير، تكشفت هشاشة الوضع المالي للأندية الخليجية. يعني تصور مثلا في نادي الاتحاد اللي يمكن مليونين ومئة ألف ريال مانعينه يحصل على رخصة آسيوية مثلا، بس إذا بتيجي تشوف قديش عليه ديون 360 مليون 316 مليون يمكن مش عارف كيف. فإذا بتشوف مثلا الأندية بالسعودية الكبيرة اللي وراها ناس تدعمها وفي جمهور كبير وعندهم مدخيل، وصار في عندهم مدخيل بالتلفزيون يعني مدخيل، وخاصة الرعاة بدأ الرعاة يعني يفوتوا بقوة على السوق الكروي بالسعودية، ولكن عم نشوف إنه يعني اللي بيصير رئيس نادي بيكون يعني يا مجنون يا مغامر كبير صراحة. وإذا بتشوف هلأ الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، رئيس نادي النصر يعني ما معقول. إذا بتشوف أرقام، إذا برارك أرقام شو يعني شو نادي الاتحاد، نادي الهلال هلأ تأهل عرفت كيف؟ من سنتين وشوي نشاهد لقطاته في مباراته مع بيرسيبوليس الاخيره والتي يعني كانت مفتاح تاهله للمباراه النهائيه حيث سيواجه اوراوا ريد دايموندز الياباني. صحيح. يعني الرئيس نواف مساعد اللي كان طول عمره نائب رئيس، نعم، من فتره سنتين وشوي دافع 229 مليون يعني عرفت كيف؟ والباقي اعضاء الشرف الباقيين 181. نعم. يعني في ارقام يعني ما معقول حدا يجيبها، ولا شركه اعلانات ولا راعي كبير مهما يكون، لما في اشخاص واللي وراهم هن عم يعدلوا وضع الانديه بالمنطقه الخليجيه، الكره الخليجيه نحن بنصير اغنى منها. طيب لا. أستاذ سعيد، لنعود للحديث عن الأندية السعودية تحديدا، الأندية السبع السعودية التي تم استبعادها من هذه البطولة لم تستأنف القرار حتى، هل هذا لأنه هي لم تكن ترغب أصلا بالمشاركة لكي لا تزيد ديونها، أم أنه مقتنعة أنها ربما لا تلبي المعايير المطلوبة؟ الأندية الوسط أو هن الوسط يعني ممكن يهربوا من موضوع المستوى الفني، ولكن الأندية كلها مع يعني ما عدا الفريقين اللي تأهلوا الهلال والأهلي اللي هن الفريقين الوحيدين الناديين الوحيدين اللي أعلنوا السنين عندهم فائض، واحد بس 9 ملايين وواحد 6 ملايين، بس بتشوف المصروف والمدخول ما شيء بفزع عن جد. بدي أقول لك شغلة، نحن وضع القارة وكبرى وتناميها ومسافات الطيارات وفيها مصاريف كثيرة وفيها تعب، والأندية السعودية طرح محمد النواصر بتعرفه رئيس السابق لنادي الشباب والمسؤول في دوري المحترفين السعودي، رئيس دوري المحترفين السعودي السنة الماضية ونائب رئيس اتحاد الفوتبول لحد السنة الماضية، أعلن تخليه وراح على الكركت فمش يمارسها يعني عم يسوق فيها. فالحقيقة عم بيقول لي ديك اليوم كنا عم نحكي بالموضوع يعني من 3 4 أيام انه الانديه السعوديه ما عاد يناسبها تشارك بالبطوله الاسيويه لعده اسباب. اول شيء القصه الماليه، القصص الماليه انه بتكلفوا كثير هن يعني مرات بيضطروا ياخذوا طياره خاصه، بتعرف انت الحجوزات الطيران وبعد المسافات ومشاركتهم بالدوري، هو يعني الامور هذه كلها عم تشكل لهم عبء كبير. وجماهيريا المباريات الاسيويه ليست مؤثره بالنسبه للجمهور المحلي، يفضل مشجع الهلال مشاهده مباراه النصر على مشاهده مباراه اوراوا الياباني مثلا. طبعا طبعا، ولكن اذا كان الفريق السعودي او اي الاماراتي او غيره وصل للنهائي يعني اكيد راح يكون، خصوصا مع خصم عربي. ايه لا، وحتى ولو كان خصم اجنبي ما بتلاقيش محل به، خاصه هلا استاذ جوهره اللي بجده يعني عم يعمل ارقام قياسيه مش طبيعي يعني بالنسبه. هلا المشكله بالنسبه للحجام عن او عدم الرغبه او عدم التشجيع انه تجي لوحدها هي احسن لنا، هيدي واضحه موجوده صارت. قادرين يجيبوا مليونين يعني، لذلك لم يتم الاستئناف، عم يجيبوا بلحظه واحده 47 مليون مش عارف كم لاعب عرفت كيف يعني. نعم.
وقادرين يجيبوا هالمبلغ يعملوا، بس انه وكل واحد عم يرمي على الثاني بهذا الموضوع. ولكن في أندية مثلا من نادي الهلال يكاد يكون النادي الوحيد يمكن بالمنطقه كلها اللي له كيان، اسمه كيان الهلال، يعني كل رجال الهلال اللي وراه واللي عملوا رؤساء وحققوا انجازات كلهم ناس معروفين، يعني اسماء كبيره واثرياء ومخلصين للنادي. يعني اذا راح رئيس واجى رئيس ثاني ما بيلعن الفتره اللي كانت بيجي، لا بالعكس بيجي اول واحد بيدفع للفتره المقبله استمراريه. عرفت كيف؟ بس بين الانديه الثانيه مش هيك. الاهلي بس خلص لك، الاهلي عندهم الرمز اللي بسموه الامير خالد بن عبد الله، ارقام فلكيه اللي دفعها. عرفت كيف؟ اخر شيء اعلن انا خلص ما عادش فيه. طيب استاذ تعيد، يعني واضح عم تقول انه في مشاكل مشكلات ماليه للانديه السعوديه وليس فقط في السعوديه، في معظم الدول العربيه والخليجيه. ما هو المانع من انشاء مؤسسات وكيانات تقود تلك الانديه الى الاستقرار؟ يعني ما اين الحل؟ اين يكمن الحل اليوم؟ الاتحاد والنصر خارج دوري ابطال اسيا، مشكلات ماليه تذكر مئات الملايين من الدولارات ديون. ما هو الحل برايك؟ الخصخصه. نعم الخصخصه اللي عم يشتغلوا عليها بالسعوديه من 17 سنه. نعم. واللي الملك عبد الله الله يرحمه قال ألف لجنة، لجان ألف لجان تطوير، أول شيء برئاسة ابنه الأمير خالد بن تركي بن عبد الله اللي هو رئيس النادي الرئيس الرمزي لنادي الأهلي، وإجا جابوا الأمير عبد الله بن مساعد اللي كان قبل فترة هو الرئيس العام للهيئة وهو يعني وزير الرياضة، سلموه ملف التطوير الكرة، وهو عنده يعني فكر تسويقي وفكر مالي وعنده اطلاعات كتير بهذا الموضوع وهو رجل أعمال كبير. فاشتغلوا عم يشتغلوا صار لهم 17 سنة على موضوع التخصيص، وآخر آخر عقبة وصلوا لها إنه بدهم يوصلوا الأندية، نرجع للموضوع لبيت القصيد، بده يخصصوا الأندية السعودية من الديون الرهيبة اللي مخفية منا والمعلنة، المعلنة منا يعني أرقام مش طبيعية بتوصل للنص مليون للنص مليار دولار بين النوادي، يعني هذه اللي غير المعلنة. فإذا هني هلأ عم يفكروا بأنه تخصيص الأندية هو الحل الوحيد قريب الأمد. شوف هلأ هي طولت كتير، صار فيها الأمير عبد الله بن مساعد عمل خطوات تسريعية كبيرة واشتغل على الجوهر الاساسي انه يقضي على الديون الانديه ليجهزها للمستثمرين خالصه ما فيهاش مشاكل. والا صار في مشكله جديده انه رؤساء الانديه الخاصه من الامراء او الناس يعني اللي متمولين كبار، نعم، وقت بلش يطرح بداوا يطرحوا المشروع التخصخصه جديا وبداوا يشوفوا انه في خطوات، فبداوا شو يقولوا؟ طب انا بدي انا دافع على هذا النادي، صار كل واحد يعمل كشف حساب شو دافع. الدافع انا مثلا كذا كذا مليون، انا هذول بدي اعتبرهم من الاسهم بس اشتري بس 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 يصير نادي مؤسسي. عرفت كيف؟ فقاموا حسموا الجدل، لا من هلا من كل شيء بتدفعه اهلا وسهلا، والباقيين يعني بنرجع بنعلق بديون اكثر، كانه بصير ما مضى. يعني بصير بيرجع هو اخذ النادي ملكه بمفعول رجعي. عرفت كيف؟ استرداد غير مباشر. هلا بهم يعني هن بيقولوا تعال ادفع هلا الخسائر الموجوده هلا والديون الموجوده هلا، ممكن يعني في حل، ولكن وضع على السكه الحقيقه الصحيحه. وكان هذا الشيخ محمد آل الشيخ الوزير اللي اجى بعد الامير عبد الله بن مساعد، هذا وزير يعني خبير مخضرم بالقضايا الماليه والاقتصاديه، ويعني كان يحل اي مشكله بتصير بالدوله بيبعتوه هو يحطه وزاره، جابوه لي قالوا له لحل مشكله كره القدم تخصص بس. عرفت كيف؟ تخصص، وحطوا امير ثاني نائب رئيس انه هو يهتم بقصص اللجنه الاولمبيه والفوتبول والمشاكل، ولكن هيدا ما عمل شيء. او بالاحرى معلش بس اخر فكره، وقت تاهلوا بهالكاس العالم بهالفتره فكانوا يعني هو ولي العهد سموه ولي العهد هو اللي كان محضر شخص من الناس اللي يعني مرافقينه من وقت بالعسكر مع بعضهم يعني، وجابوا يعني عجلت قصه كاس العالم بانه يجي الشخص اللي هو مهيئ له انه يقود الرياضه السعوديه بهالفتره، هو الشيخ تركي آل الشيخ، وطبعا هو من المقربين جدا من هي عائله آل الشيخ، هي صحيح عائلة يعني المقرب جدا من اللي بيعتمدوا عليهم. وصراحه بدا بدايه قويه وانطلاقه رهيبه،
ويبدو انه معه صلاحيه تامه، وال وزارة المالية ما عاد فيها تدقق بأي شيء خلص. هذا في السعودية أماني. طيب لننتقل من السعودية إلى الإمارات الآن، هل برأيك الوضع مختلف في الإمارات؟ يعني منحت تراخيص مشروطة للجزيرة والوحدة، ومنعت التراخيص عن العين وشباب الأهلي دبي. شوف بالإمارات مصادر الدخل للأندية تكاد تكون محصورة، وبال يعني بالعائد المالكي تقريبا أو بالناس اللي المتمولين الكبار واللي وراهم كمان عائله مالكه. بالامارات المشكله ما في دخل جماهيري لانه ما في جمهور ما بيحضروا. بعدين ما ننسى نحن انه بالرخصه الاسيويه بده يكون في معدل وسطي لحضور المباريات بالدوري 5000 واحد، هذا ما حدا بيجيبه هون. يعني كانوا يمشوا مثلا الاماراتيين يعطون اربع انديه، كان في عندهم اشياء تانية من المعايير اللي قدموها بكذا تغطي هذا النقص بالجمهور. بالنسبه لقطر نقص الجمهور شيء اساسي، يعني في كثير من الامور المعايير اللي حاطينها وهي صعبه، يعني يصعبوها على لا في اشياء كثيره كان لازم يكون معهم المدرب رخصه اسيويه، يعني الشغلات كلها روتينيه صار تخطوها. بس في مشاكل اساسيه كمان الجمهور، الجمهور له. والحل ايضا يكون بالتخصيص برايك؟ اكيد اكيد. نعم. اكيد. نعم. ما فيش الا الحل يعني. نعم. شكرا جزيلا لك استاذ سعيد غبريس الاعلام الرياضي للاضاءه على هذه المواضيع في احتمال غياب انديه عريقه عن دوري ابطال اسيا لكره القدم الموسم المقبل. مشاهدينا الكرام، الفاصل الاول في حلقه يوم من ميدان الرياضه، بعده نتحدث عن دوري ابطال افريقيا، ميسي وامور اخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بثلاثية لمهاجمه المغربي وليد أزارو الذي تعرض لانتقادات كبيرة في الآونة الأخيرة، حقق الأهلي المصري فوزا كبيرا على النجم الساحلي التونسي بستة أهداف لهدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. دخل النجم الساحلي المباراة متقدما بهدفين لهدف ذهبا، لكن الأهلي وأمام جماهيره الغفيرة تقدم بثلاثية في الشوط الأول. حمل التوقيع التونسي علي معلول وأزارو في مناسبتين، ثم ضعفها بثلاثية ثانية في الثاني. تنوب على تسجيلها أزارو وحمد النقاز ورامي ربيعة ليتأهل لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي. الأهلي الذي يقف على أبواب انتخابات داخلية أجل الاتحاد المصري مباراتيه مع الأسيوطي والنصر تحضيرا للنهائي. مباراة الذهاب في النهائي ستقام نهاية الأسبوع في مصر، والإياب بعد أسبوع في المغرب، والمتأهل بينهما يمثل قارة أفريقيا في بطولة العالم للأندية. كانت مباراة صاخبة بالنسبة للنادي الأهلي المصري الذي أمتع جماهيره بعدد كبير من الأهداف، نصف دزينة من الأهداف بعد الخسارة، خسارة مباراة الذهاب، وأدى آخر الأهداف المصرية بتسديدة صاروخية. قبل 24 ساعة ضمن الوداد البيضاوي المغربي بطل العام 92 ووصيف 2012 تأهله إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه المثير على اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثية مقابل هدف وحيد، وذلك بعد التعادل السلبي ذهابا أمام جمهور كبير نهز 50,000 على ملعب محمد الخامس. بحث الوداد عن هز الشباك مبكرا على أرضه، وهذا ما حصل عندما افتتح وليد الكارتي التسجيل في الدقيقة 26 بعد تسديدة أمام المرمى الخالي. بعد الهدف الأول نجح اللاعب أشرف بن شرقي بتعزيز الفارق مطلع الشوط الثاني بكرة منحت هدفا ثانيا، وكان هدف الاطمئنان للفريق. لكن برغم تقليص أيوب عبد اللاوي الفارق منتصف الشوط الثاني ومحاولة اتحاد العاصمة بتسجيل الهدف الثاني، هدف التعادل الذي كان سيمكنه من التأهل إلى المباراة النهائية، إلا أن بن شرقي دق المسمار الأخير في مرمى اتحاد العاصمة في الوقت القاتل. الوداد الذي أقصى ماميلودي سانداوز الجنوب أفريقي حامل لقب من ربع النهائي ضرب موعدا مع الأهلي كما ذكرنا، علما بأنهما التقيا مرتين في دور المجموعات وتبادلا الفوز بهدفين دون رد. معنا باتصال هاتفي المدير الرياضي في الوداد البيضاوي محمد الساهل. أهلا بك كابتن سهيل في ميدان الرياضة، مبروك التأهل إلى النهائي. كيف تقرأ مباراة الأهلي في الدور النهائي، ومن هو المرشح للفوز برأيك؟ أول شيء شكرا على الاستضافة، ولبنان في القلب، فتحية أيضا كبيرة جدا لكل اللبنانيين ولكل العرب أينما كانوا. بالنسبة للمباراة النهائية، مباراة الوداد والأهلي، فالجميع يعرف أنه بالفعل النهائي مثير جدا. أهم فيه على خصوص هو
هذا الحضور القوي للأندية العربية على مستوى رابطة الأبطال الإفريقية، فريقين بتاريخ عريق جدا، فريقين لا يعني بينهما نقاط التقاء كثير على خصوص جماهير النادي، يعني الجميع يعرف قيمة جمهور نادي الأهلي ونفس الشيء بالنسبة للوداد، وقيمة هذه الجماهير ومدى تأثيرها على تاريخ والبصمة الكبيرة للجماهير يعني تبدو واضحة على الخصوص في عدم قدرة الأندية الأخرى في الفوز في ملعب يعني هذه الناديين معا، يعني لا بالنسبة للوداد يعني يعتبر ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يعني جحيم لكل الأندية، ونفس الشيء أيضا بالقاهرة. إذا النهائي مثير، نقاط التقاء كثيرة بين الناديين سبق ونلتقيا في دور المجموعات يعني قبل 4 أشهر، وحتى النتيجة أيضا تضيف طعم خاص لهذه المباراة النهائية ذهابا وإيابا، وهو التقاء في دور المجموعات والانتصار بنفس النتيجة، يعني المصريين تفوقوا بهدفين ونحن تفوقنا بالدار البيضاء، فكل هذه معطيات، بالإضافة أيضا إلى نقطة أخرى وهي أن المدربين معا وطنيين، لا بالنسبة لمدرب يعني المصري لفريق الأهلي ولا بالنسبة لمدربنا أيضا المغربي. إذا نقاط التقاء نجوم هنا وهناك، طبق مثير جدا جدا، وإن كان أتصور أنه الضغوطات ستكون كبيرة على اللاعبين وعلى الجهازين، مع السبب بسيط هو أنه هذا رهان بمكسبين. أقول رهان، صحيح أنك لما تفوز بدوري الأبطال ففقط حمل كأس شيء رائع، لكن أيضا لا ننسى أن هذا يعني هي عبارة عن بطاقة للحضور في تظاهرة كبيرة وهي يعني كأس العالم للأندية. إذا نقول أنه رهان بمكسبين، ولكن أيضا الضغط سيكون بمثقالين، يعني سيكون أيضا ضغط مضاعف. نعم كابتن محمد، سؤال أخير لو سمحت، على أي ملعب سيخوض الوداد مباراته البيتية، وهل تعتقد أنه خوض الوداد لمباراة الإياب على أرضه يعني قد تمنحه الأفضلية في المباراة؟ يعني بالفعل يعني هناك هذه النقطة الجميع يتكلم عنها، وأيضا أفادتنا بشكل كبير في دور الربع وفي دور النصف، أنه استقبلنا على أرضنا وكان أيضا لجمهورنا دور رائع في الدفع وفي السند وفي دعم اللاعبين. لكن بالنسبة للمباراة يعني لا حديث في المغرب حاليا إلا عن أين سوف تجرى المباراة النهائية. نعرف أنه أجرينا المباراة بملعب محمد الخامس، لكن أيضا الحديث على تهيئ هذه ملاعب المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للمحليين، لكن أعتبر أنه هذه الكأس قيمتها كبيرة جدا، فلا أتصور أن يلعب هذا النهائي مباراة العودة في ملعب غير ملعب محمد الخامس، وستكون ضغوطات بالقوة، لأنه لا نتصور أن نلعب بعيدين مرة أخرى عن جمهورنا الرياضي بالدار البيضاء. شكرا جزيلا لك المدير الرياضي لنادي الوداد البيضاوي محمد سهيل، كنت معنا من كازابلانكا، ونتمنى التوفيق لفريقي الوداد الرياضي والأهلي المصري، وليكن الفريق الأفضل أمامي هو الفريق الفائز المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والذي سيكون هناك ممثل عربي في كأس العالم للأندية، علما بأن هناك ممثل الدولة المضيفة أي الإمارات العربية المتحدة، وقد يشارك أيضا الهلال السعودي بحال فوزه على أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا. يعني هناك إمكانية أن التواجد 3 أندية عربية في كأس العالم للأندية في نهاية هذه السنة. يعني نتمنى التوفيق جوزيف كما ذكرت لكل الأندية. من موضوع المغرب وعفوا الأفريقية ننتقل إلى موضوع مهم جدا جوزيف أيضا كان في الشارع الرياضي بالفترة الأخيرة، وهو ميسي والحبة التي تناولها، التي ذكرت بالكثير من مواقع أنه هذه الحبة لم تكن جلوكوز، قد تكون حبة من نوع آخر. ولكن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد برشلونة الإسباني إلى الفوز على أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، اللقطة التي بقيت عالقة في الأذهان هي سحب ميسي من جاربه قطعة جلوكوز وتناولها في الدقيقة 10 بحسب ما كشف صحفي في راديو كاتالونيا. فما هو سبب ذلك؟ نتابع في هذا التقرير. كثيرا ما يتناول الرياضيون أقراص لجلوكوز، لكن نادرا خلال المباريات، بل قبلها أو خلال فترة الأحماء، لأنه يمنع نقص السكر في الدم ويحسن الأداء البدني. يستخدم لجلوكوز للرياضيين الذين يبذلون جهدا بدنيا شديدا. بعد الجهد تؤكل احتياطات مخزن الطاقة العضلية لجليكوجين، وبعد تصدير الطاقة يبدأ الجسم بالحصول على الجلوكوز من الكبد باتجاه العضلات عبر الدم. تكون الاحتياطات محدودة أحياناً، ويمكن تجديدها من خلال تناول أقراص الجلوكوز من أجل مد العضلات بطاقة إضافية. هذا يعني أن القرص الذي تناوله ميسي من شأنه أن يعطي طاقة سريعة لعضلاته،
لكن هناك تباين في الرأي حول التوقيت الأفضل لتناوله. البعض يرى بعد الإحماء وقبل الجهد، لكن توقيت جرعة ميسي ليس اعتياديا بعد انطلاق مباراة برشلونة تجنبا لإرهاق نتيجة ضغط المباريات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا دكتورة نور الحلو باتصال هاتفي، أستاذة في الجامعة اليسوعية في بيروت في علم التغذية والفيزيولوجيا الرياضية. أهلا بك دكتور نور في ميدان الرياضة. ما هو التوقيت الأفضل لتناول أقراص الجلوكوز؟ لماذا تناولها ميسي بعد انطلاق المباراة وليس قبل انطلاقها كما استمعنا في التقرير؟ أهلا فيك جوزيف، وأهلا كمان فيك أماني. أول شيء من المهم نعرف أنه الدايت أو الحمية الغذائية عادة عند الرياضيين المحترفين هي حمية تحتوي على نسبة عالية من النشويات أو الكربوهيدرات. هول النشويات الموجودين بالحمية رح يسمحوا على تكوين مخزون الجليكوجين بالعضلات، ومخزون الجليكوجين أو مخزون الجلوكوز هو مصدر الطاقة الأساسي خلال الرياضة. يعني ميسي أكيد تناول وجبة قبل المباراة غنية بالنشويات، وأكيد مش بس قبل المباراة لكن كمان خلال الأيام والأسابيع قبل المباراة. الدايت العادي عنده هي غنية بالنشويات. ليه؟ هالنشويات رح تسمح على تفويل أو أنه يكتر مخزون الجليكوجين بعضلاته، وهيك قبل المباراة أو نهار المباراة رح يبدأ ميسي المباراة بمخزون جليكوجين متكامل أو مفول مثل ما منقول بالعربي الدارج. لأنه إذا كانت الحمية عادة خفيفة بالكربوهيدرات رح يكون مخزون الجليكوجين أخف من العادة، وأثبتت الدراسات أنه إذا عداء أو لعيب بدأ المباراة بمخزون جليكوجين خفيف يعني هذا الشيء رح يأثر سلبياً على الأداء خلال المباراة. هلأ اللي عمله ميسي أنه تناول القرص الجليكوز خلال المباراة. ليه؟ لأنه خلال المباراة وكل ما يتقدم الوقت المخزون عم بيخف، لأنه العضل عم بيستخدم هذا الجليكوز للطاقة. فهون دور القرص الجليكوز خلال المباراة بيسمح على الحفاظ بنسبة يعني بنسبة ما على الجليكوجين يلي بالعضل، ورح يسمح كمان على حفاظ على الجليكوجين يلي بالكبد تا يقدر الرياضي يحافظ شوي على أدائه خلال المباراة. يعني استخدام أو تناول الكربوهيدرات قبل المباراة كتير مهم، وخلال المباراة هيدا الشيء كمان بيساعد على الحفاظ على الأداء. طيب هلا بس بدي أقول ملاحظة صغيرة، إنه الجلوكوز الخارجي فيه يكون على شكل قرص، بس كمان فيه يكون على شكل كتير بسيط فينا نلاقيه بالسوبر ماركت اللي هن السبورتس درينكس أو المشروبات الرياضية، يلي كمان تحتوي على مصدر جلوكوز. كمان فيها تكون سيريال بار أو سبورت جيل وإلى آخره. مثلا عدائين الماراثون بياخدون خلال الركض، بس الفرق هو أنه خلال مباراة الفوتبول ممنوع اللاعب يأكل أو يشرب على الملعب، بس مسموح خلال الهاف تايم بين الشوطين. دونك ميسي أخذ القرص أنه لأن استبدالا عن الأكل، لأن ممنوع الأكل، وهيك بيقطع بلا ما حدا ينتبه أو بلا ما حدا يلاحظ أنه منه ماسك شيء بإيديه وعم يشرب أو عم بيأكل. طيب دكتور، هل عمر ميسي وبلوغه سن 30 علاقة لذلك؟ يعني هو أصبح بحاجة للطاقة أكبر خلال المباراة لذلك تناول هذه الحبة خلال المباراة؟ هلا في يعني ما في علاقه بين الجلوكوز والعمر او بين الطاقه والعمر، لكن كل الدراسات الفيزيولوجيه بتقول انه في انخفاض او تدني بالاداء مع تقدم العمر. يعني هذا الشيء ما فينا نهرب منه، خاصه ابتداء من عمر 30 سنه. يعني ابتداء من عمر 30 سنه في تدني بكل يعني بكل تكوين الجسم الفيزيولوجيه. يعني مش هيك انه هذا الانخفاض بيصير بطريقه طبيعيه مع العمر. ما كتير يعني الجلوكوز له علاقه بالعمر، بس الاداء الرياضي له علاقه بالعمر. نعم دكتور نور، سؤال اخير، ما هي الكميه المثاليه لتناول الجلوكوز لرياضي محترف او لشخص عادي يعني كما المشاهدين الذين يشاهدون الحلقه اليوم؟ اذا مشاهد يتابعنا اليوم ويريد ممارسه الرياضه، ما هي كميه الجلوكوز الضروريه التي يجب ان يتناولها قبل الرياضه؟ اوكي، راح اعطيك التوصيات او الريكومنديشن خلال الرياضه، يعني خلال ممارسه الرياضه. التوصيات بتقول انه لكل رياضه بتتخطى ال 90 دقيقه على التوالي الجسم بيستفيد من كميه خارجيه من الجلوكوز يلي هي بكميه 60 جرام.
هلا تكون شوي براتيك، يعني فيهم يكونوا هال 60 جرام بليتر من السوائل يلي هي المشروبات الرياضيه بتمثلها لهالتوصيات، لانه اذا بدي اعطي مثل كل قنينتين سبورت درينك او مشروبات رياضيه بيحتووا على مجموع لتر ماي او سوائل فيها 60 جرام من الجلوكوز او المالتودكسترين يلي هي موليكول بتحتوي على على موليكولات جلوكوز كتير معلقه ببعضها، وكمان السبورت درينك بتحتوي على الكترولايتس او ملح تنستبدل الملح اللي خسرناه خلال العرق. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة نور الحلو الأخصائية في علم التغذية للتوضيح أماني عن هذا الموضوع. يعني صحيح كانت لقطة ربما طريفة لميسي يتناول أقراص الجلوكوز من جانبه، أثار الكثير من الجدل، ولكن كما تحدثت الدكتور نور موضوع الجلوكوز هو أمر ضروري جدا لتناوله قبل ممارسة الرياضة، لأن الجلوكوز تساهم في تحول الطاقة في جسم الإنسان خصوصا في موضوع العضلات، وبالتالي هذا كان السبب الرئيسي لحركة ميسي. من ميسي إلى موضوع آخر أيضا جوزيف كان مثير للجدل في الأونة الأخيرة وفي الأسبوع المنصرم، مسؤول كرة القدم الإنجليزية واجهوا ضغوطا متزايدة برغم اعتذارهم من اللاعبة أنيولا ألوكو، وذلك في ظل تعاملهم مع القضية العنصرية للمدرب السابق لمنتخب السيدات مارك سامسون. نتابع هذا التقرير ونعود للحديث. أنيولا ألوكو لاعبة تشيلسي ادعت التنمر وتمييز المدرب السابق لمنتخب السيدات مارك سامسون، خلافا لمراجعات داخلية وتحقيق مبكر أجرته المحامية كاثرين نيوتن، تبين في المحاولة الثالثة أن سامسون قد أدلى بتصريحات غير مسؤولة إلى لوكو في عام 2014 وزميلتها درو سبانس في 2015 في محاولة للظهور كشخص خفيف الظل. اشتكت لوكو أن سامسون طلبها بتوخي الحذر كي لا يتسبب أقاربها القادمون من نيجيريا بنقل فيروس إيبولا إلى جماهير ويمبلي. أما سبانس فقالت إن المدرب سألها عام 2015 عن عدد المرات التي تم إلقاء القبض عليها. استجوب رئيس الاتحاد غريغ كلارك والرئيس التنفيذي مارتن غلين في تحقيق برلماني من قبل لجنة الثقافة والإعلام والرياضة لساعتين. نفى غلين محاولة ابتزاز ألوكو لإصدار بيان يؤكد أن الاتحاد الإنجليزي ليس عنصريا من الناحية المؤسساتية. ألوكو بلغ 30 عاما وصاحبة 102 دوليتين، قالت إنها لم تتلقى القسم الثاني من التسوية البالغ قيمتها 80,000 جنيه استرليني المتفق عليها في وقت سابق هذا العام لتجنب الذهاب إلى محكمة العمل عقب ادعاءاتها ضد سامسون. رفضت توقيع بيان الابتزاز المروع بحسب قولها، فيما رفض غلين دفع المبلغ المتبقي لتغريدة لألوكو هاجمت فيها الاتحاد. سامسون الذي قاد منتخب إنجلترا إلى المركز الثالث في مونديال 2015 ونصف نهائي كأس أوروبا 2017 أقيل الشهر الماضي بسبب سلوك غير لائق مع لاعبة ناشئة خلال دوره الإداري السابق في أكاديمية بريستل، علم به الاتحاد الحالي قبل أسابيع قليلة. موضوع العنصرية جوزيف لا ينتهي، وكل يوم نسمع بمواضيع من هذا القبيل. صحيح أماني، يعني في بطولة إنجلترا، في إنجلترا تحديدا موضوع حقوق الإنسان متقدم للغاية مقارنة مع دول أخرى، وبالتالي في موضوع العنصرية شاهدنا اللاعبة إلوكو كيف ارتدت على المدرب، هذه اللاعبة التي تدعي أنها ربما قد خسرت موقعها في المنتخب الإنجليزي بسبب يعني صراعها مع هذا المدرب. في المقابل المدرب يقول وتعلمين أن كرة القدم هي لعبة شعبية كثيرا، وخلال التمارين يعني يتم التلفظ بعبارات تكون أحيانا تتخطى الحدود أو الخطوط الحمراء، وبالتالي هذه النكتة يعني أو هذه المسحة للمدرب سامسون كانت مسحة في غير مكانها وربما مسحة سامجة لم تتقبلها اللاعبة. في بداية الأمر اللاعبة أو اللاعبة الثانية تقول أنها سمعت هذه النكتة وتقبلتها، لكن بعد ما يعني تفحصتها جيدا في رأسها بعد التمرين أو المباراة اعتبرت أنها عبارة عنصرية. البعض يقول جوزيف أنه اللاعبة تحاول ابتزاز المدرب والاتحاد الإنجليزي. صحيح، اللاعبة أماني طلبت يعني استمعنا في التقرير نوع من المقايضة أو نوع من التعويض لها بسبب حرمانها من موقعها في المنتخب وبسبب الضرر الذي لحق بها، وكان هناك لديها مستقبل في المنتخب لم تكمله بحسب رأيها، وتمكنت من الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الإنجليزي أن يتم دفع لها مبلغ مالي. في المقابل الاتحاد الإنجليزي مارتن جلين رفض دفع المبلغ القسم الثاني من المبلغ لأنه قامت هذه اللاعبة
بالتشهير بالاتحاد الانجليزي على في حسابها على موقع تويتر. الملخص في هذا الموضوع انه هناك حالات عنصريه قائمه في عدد كبير من الدول خصوصا بين اللاعبين ذوي البشرات السوداء والاتهامات او الالفاظ النابيه التي توجه لهم. كانت هذه رساله قويه من الاتحاد الانجليزي ومن ألوكو بانه يجب التوقف عن هذه الامور التي في للاسف في دول اخرى لا يتم التحقيق فيها كما يحصل في انجلترا. ننتقل الان الى الموضوع المصري. صحيح. يلا. مني الزمالك بخسارته الأولى هذا الموسم في الدوري المصري لكرة القدم بثلاثية نظيفة أمام سموحة، لكن تعليقات ما بعد المباراة خطفت من مجرياتها الأنظار. ألحق الفريق السكندري الهزيمة الأولى بالزمالك في عهد مدربه المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش وكرسه عقدته المستمرة منذ 2015. لم يذق الأبيض طعم الانتصار للمرة الثالثة تواليا بعد التعادل مع أنبي وطنطا وعنده الحظ أمام مرمى سموحة في أكثر من مناسبة. لكن تصريح رئيسه الجدلي مرتضى منصور بعد المباراة غطى على مجريات لها. أنا النهاردة الزمالك كان بيلعب جن، مش عايز أصدق طلع عليا الطلاق من بيتي. انك يا فرج عامر في بيتك في رشدي انت حكي لي انا شخصيا وكان قاعد سيد مرعي والواد ميدو انك انت عندك ولد بتجيبه بيخلص لك الماتش المحلي ب 5000 جنيه والماتش الافريقي لما تلعب افريقيا ب 5000 دولار. اقسم بالقران الكريم يا فرج عامر انت حكي لي. بالاضافه بقى اللي جايبه ممدوح عباس، هو في ايه يا جماعه؟ ماتش بس اخيرا يا استاذ المستشار، ماتش بنفس القصه وماتش طنطا نفس القصه والإنتاج نفس القصة، العيال موتين نفسهم والكرة مش عايزة تخش، الشبكة مقفولة، هنحاول نفتحها بالقرآن. على فكرة بيعمل ده كافر، ده كفر، أقسم بالله العظيم كفر. النهاردة عايز أقول لك حاجة، الحكم بتاع طنطا، ماتش طنطا، خلاص هما دول ضربتين جزاء؟ إنما الراجل شافهم ضربتين جزاء، الجن صورهم لضربتين جزاء، صباح الفل. كانت أمسية رياضية برائحة الجن في الدوري المصري فنالت الكثير من الردود. هو ليه العفاريت ما بتشتغلش غير ضد الزمالك بس؟ وليه الفريق اللي بيستخدم العفاريت ضد الزمالك ما بيكسبش في باقي ماتشاته؟ اشمعنى الزمالك؟ وبعدين لو العفاريت بياخد 5000 دولار في الماتش الافريقي ليه ما بيشتغلش في كل الماتشات الافريقيه؟ هي العفاريت ما عندهاش ضمير؟ ولا ده التعويم؟ رد فرج عامر رئيس سموحة معتبرا أن الكلام ليس له أي أساس من الصحة وأنه لم يكن ليتعادل ويخسر لو اعتمد على الساحر، وإلا لكان المغرب أحرز لقب كأس العالم. جزاف، هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الزمالك مرتضى منصور عن مواضيع الجن والسحر لعرقلة مسيرة نادي الزمالك القلعة البيضاء. صحيح أماني، مرتضى منصور سبق واتهم عدد كبير من الأشخاص ومؤسسات أخرى بعمل السحر والجن، أبرزها اتهام طارق العشري المدير الفني السابق لفريق إنبي باستخدام الجن، وبهذا كان بعد خسارة الزمالك أمام الفريق البترولي في موسم 2015. أيضا حارس الدولي عصام الحضري في أكثر من مناسبة وعلى سبيل المزاح ربما بمناسبات كثيرة، مرتضى منصور تم أطلق عليه لقب جامايكا بأنه الحارس عصام الحضري الذي يبلغ 44 من العمر وقد يشارك الموسم المقبل مع منتخب مصر في كأس العالم في روسيا هو جامايكا الكرة المصرية. وأيضا النادي الأهلي النادي العريق لم يفلت من اتهامات مرتضى، حيث تهكم أكثر من مرة على مجلس إدارته مؤكدا أنه السبب الرئيس في خسارة الزمالك أمام الأهلي هو السحر السفلي الذي يقوم به الفريق الأحمر. في الأسبوع الماضي أيضا تحدثنا عن السحر ولكن من قبل منتخب تونس. صحيح، في تصفية كأس العالم وتونس بمباراتها الأخيرة التي بحاجة لنقطة التعادل فيها للتأهل إلى المونديال روسيا 2018. سحر كونغولي سحر لكي لا تفوز تونس بالمباراة. ليس فقط في موضوع السحر أيضا ومرتضى منصور والزمالك، أيضا في مباراة الأهلي أماني التي فاز فيها على فريق النجم الساحلي التونسي التي استعرضنا أهدافها في هذه الحلقة، كان في حديث كبير في الشارع المصري في الأيام الماضية أن هناك بعض لاعبي نادي الأهلي المصري سيحاولون التساهل في المباراة ضد النجم الساحلي للخسارة لأسباب سياسية إدارية تتعلق بانتخابات إدارة النادي الأهلي التي أيضا تحدثنا عنها في حلقة سابقة وترشح النجم السابق الخطيب لرئاسة النادي الأهلي في مواجهة محمود طاهر. جوزيف، سنختم هذا الملف الآن ونفتح الموضوع الأخير في هذه الحلقة أو الشق الأخير وهو الطرائف والغرائب، ونبدأ من المغامر الأمريكي أليكس مايسن عبر من صخرة الروشة الكبيرة في لبنان إلى الصخرة الصغيرة مشيا على حبل رفيع معلق على ارتفاع 40 مترا متحديا قانون الجاذبية. ابن 20 عاما اختار بيروت لتكون المكان الذي يحقق فيه رقمه القياسي
بأطول عبور له على الحبال لمسافة 40 مترا من أعلى مسافة. حقق رياضي ريد بول هذا الإنجاز بمساعدة أحد أبرز المتخصصين في هذا المجال الأمريكي أندي لويس، درس كل خطوة وتميل بعكس حركة الحبل تحت قدميه مستعينا بذراعيه لتحقيق التوازن ليصبح الشخص الوحيد الذي ينتقل بين صخرتي الروشة بهذه الطريقة. نترككم مع هذه المشاهد. يا صخرة الروشة أمانية يعني عرفت بعض الأحيان للأسف بحالات مؤسفة، هي حالات الانتحار من بعض الأشخاص عليها، لكنها معلم انتخار تاريخيا في لبنان، وأندي ميسن نجح بتحقيق هذا الإنجاز. المغربي الدولي حكيم زياش تألق في مباراة فريقه أياكس أمستردام الهولندي وسبارتا روتردام التي انتهت برباعية نظيفة. حصل على مكافأة من زميله كلاستيان هونتيلار فحلق شعره مستخدما ماكينة حلاقة. علق النادي على الفيديو بالقول: قص وحلاقة عند هونتيلار من التالي. برز زياش في اللقاء بصناعته لهدفين ونال تقييما وصل إلى 9.6 من 10، كما يتصدر تقييم الدوري الهولندي في ظل أهدافه وتمريراته الحاسمة. وهو أحد نجوم المنتخب المغربي الذي يعول عليه أسود الأطلس لبلوغ نهائيات المونديال أيضا. نادي أفرتون الإنجليزي عاقب أحد مشجعيه بحرمانه الدخول إلى الملاعب مدى الحياة بعد ظهوره وهو يضرب حارس ليون الفرنسي أنتوني لوكاش، وفي نفس الوقت كان يحمل طفله بين يديه. حدد النادي هوية المشجع بعد المباراة التي خسرها إيفرتون بهدفين مقابل هدف أمام ليون في الدوري الأوروبي يوروبا ليج. مشاهد إلى يسار الشاشة هذا الشخص الذي يحمل طفله بيده وفي نفس الوقت يقوم بضرب الحارس الذي يرتدي الثياب الحمراء أنتوني لوبيش. إلى يسار الشاشة شخص يضرب أمامي حارس مرمى ويحمل طفله بين يديه، هذا أمر نادر والملاعب الإنجليزية دائما تبتكر الأمور الغريبة. سننتقل إلى موضوع للأسف محزن نوعا ما. الحارس الأندونيسي تشايرل هودا يعد أسطورة لناديه بيرسيلا بعدما بدأ مسيرته معه منذ 1999 ومثله في 500 مباراة، لكن الموظف الحكومي توفي متأثرا باصطدام زميله به في المرحلة 29 من الدوري الأندونيسي. نقل إلى المستشفى مباشرة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته عن عمر يناهز 38 عاما لإصابته في صدره وفكه السفلي. أنتونيلا روكوتسو زوجة ميسي حامل بطفلهما الثالث، نشرت صورة لها مع ليو وطفليهما تياغو البالغ 5 أعوام وماتيو البالغ 2 يضعون أيديهم على بطنها، وكتبت: عائلة من 5. ميسي معروف بثلاثياته الهاتريك في الملاعب، والآن سيصبح لديه هاتريك أولاد في منزله الزوجي، وربما المنافسة أماني بينه وبين رونالدو لا تقتصر فقط على المباريات بين برشلونة وريال مدريد، بل تقتصر في إنجاب المزيد من الأولاد. صحيح. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة جوزيف مع التشيكي المخضرم بيتر تشيك حارس أرسنال الإنجليزي الذي اختبر سرعة رد فعله بصد كرات البينج بونج وفي الوقت عينه تخمين ألوان المخاريط الأربعة بجانبه. نترككم مع هذه المشاهد، شكرا للمتابعة، ملتقانا الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Blue, orange, orange.